السلام عليكم ورحمة الله حبايب قلبي متابعيني الغاليين، أهلا ومرحبا بيكم. طبعا وحشتوني، أسفة لو بتأخر عليكم، فعلا الواحد يعني بيتفرج في صمت. النهاردة بس في واحدة صديقتي وحبيبتي وأختي كانت بتسألني سؤال، أو حابة أن احنا نتكلم في موضوع مهم جدا، حسيت أنه ممكن يفيد فعلا ناس كتير، فحبيت أن أنا مردش عليها بكومنت أو مردش عليها بشكل شخصي. قلت لا، أعمل الموضوع كلكم تستفادوا وتسمعوا وإيه الإجابة، أو كلنا مع بعض يعني نستفاد منه، وكمان أقول لها الإجابة بشكل أفضل عن إن أنا أكتب كومنت أقولها بفيديو. طيب الموضوع عن إيه، أو هي كانت سألاني في إيه؟ بتسألني عن الخيانة الزوجية. طيب أنا دلوقتي كزوجة شكة إن جوزي يعرف واحدة تانية، أعمل إيه؟ أواجهه ولا ما واجهوش؟ أعمل مشكلة ولا لا؟ إزاي أوقفه عند حده؟ إزاي أخليه يرجع عن النقطة دي؟ كل الحاجات اللي عن الموضوع ده، لو أنا شكة إن جوزي بيكلم جارتي، بيكلم واحدة زميلته في الشغل، بيكلم واحدة على النت، بيعمل مع واحدة كده رسائل، وفي رسائل واتساب وحاجات، وفي علاقة ما بينه وما بين أي حد، طيب أعرف إزاي وأتأكد إزاي وأعمل كل ده؟ أول حاجة حبيبة قلبي عايزة أقولها لكم وأكلمكم بما يرضي الله كده على إنكم أخواتي وأحبابي، عايزاكي الأول تبقي متأكدة 100% من حاجة زي دي. لو أنت شكة أرجوكي طلعي الوسواس ده من قلبك، وحبي جوزك وعمليه أحسن معاملة، وما تخليش الشيطان يضحك عليكي، لأن للأسف صدقوني أنا شفت بيوت اتخربت خراب فعلا، يعني خراب مستعجل، بسبب أن الزوجة شكة أن جوزها على علاقة بواحدة تانية، وهو يطلع ولا على علاقة ولا زفت، أو حتى ممكن يعني يكلم واحدة أو كده كلمتين ولا كده، وهي هدت الدنيا وما قعدتهاش واتطلقت واتخرب بيتها عشان كلمتين. فخلينا كده في الأول نكون عاقلين، وبلاش تشكي في جوزك طالما انت مش متأكدة من حاجة. الشيطان بالذات احنا كده السيدات الحلوات يجي ويقعد يوسوس في ودننا، وجوزك ويعرف عليكي كذا وبيكلم دي ومش عارفه، مجرد مثلا ان جوزك وهو نازل قال لجارتك صباح الخير، يبقوا اكيد بيحبوا بعض ومتجوزين عرفي وماشيين في الحرام والحاجات كلها اللي احنا بنعرفها دي. لمجرد ان جوزك مثلا واحدة زميلته في الشغل اتصلت بيه مرة تقول له الف سلامة لما كان تعبان، تبقى القيامة تقوم وما تقعدش وتعملي قعدة رجالة. مش بقول ان ده مش غلط، هو غلط، بس اسمعوني ما يوصلش الخراب البيوت. فاولا يا جماعة، اي واحدة شكة في جوزها اهدي واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وحبيه وعمليه احسن معاملة الاول، الى ان تتأكدي، يعني اطردي سوء الظنون دي من بالك تماما لحد ما تشوفي فعلا حاجة حية قدامك. اصل طالما انت ما شفتيش حاجة في حياتك يبقى حرام تشكي فيه ليه او تظلمي، ممكن يكون ده كله ظلم او سوء ظن او اسم كبير جدا انت مش متخيلة قد ايه تقسمي عليه وهو في الاخر مظلوم. طيب هبتدي طردت الافكار دي من دماغي الاول والكلام ده كله، وشلت الهبل اللي انا بفكر فيه دوت وما عدتش افكر فيه تاني. طيب لا، انا الموضوع فعلا موضوع كبير، فعلا جوزي مثلا ليه علاقه بواحده تانية، فعلا انا مسكت الموبايل بتاعه ولقيت رسائل فعلا موجوده من حد، طيب انا لقيته قفشته فعلا هو بيكلم واحده، لقيت نمره غريبه واتصلت، لقيت الصوت اللي بيرد عليا قالوا واحده ست، اللي هي حاجات فعلا يا جماعه ارجوكوا تتمسك، مش شك اللي انت شكه وخلاص وتخربي البيت على كده. في حلين، مش هقدر اجزم انهي اللي احسن، انتوا اللي هتختاروا ده. لو اتاكدتي 100% ان هو ممكن بيعرف واحده تانية، مصاحب واحده، مش لازم تكون حاجه مش كويسه، اللي هو بقى الراجل ايه ماشي مع واحده يعني صحاب كده وبيخرجوا وبيتكلموا في التليفون وفي الرسائل والكلام ده، طيب او معجب بواحده تانية، طيب اعمل ايه؟ انت قدامك حلين. الحل الاولاني، وده واحده صاحبتي عملته فعلا وانا شفته عايشاه، وبجد هي إنسانة قوية جدا، معرفش هو صح ولا غلط، بس هي إنسانة قوية جدا. جوزها شغال محامي، عنده مكتب محامي، وجات واحدة أرملة بتعمل عنده حاجات ولازم تعمل له توكيل والكلام ده كله. المهم الست صاحبت عليه جدا، وهو ما شاء الله الحنية بتنقط منه، وابتدوا يبقوا صحاب قوي قوي، وبقت تبعت له رسائل والكلام ده كله، لدرجة إن صديقتي دي كانت بتفتح التليفون تلاقي أنا ما أقدرش أستغنى عنك، أنا مش عارفة من غيرك كنت عملت إيه، لولا وقفتك جنبي كنت أضيع، والكلام ده كله اللي هو ايه بقى، قال خلاص الموضوع خرج من نطاق ان ده محامي ودي موكلة عنه لنطاق اوسع من كده بكتير.
طبعا اتخانقوا، كانت خناقة كبيرة وواجهته جدا جدا، وكانت مشكلة، وجابت أخواتها، هي والدها متوفي، وعملوا قعدة والكلام ده كله. وطبعا قال لها مش هعمل كده تاني، وأنا آسف وحقك عليا، والكلمتين اللي الرجالة بيقولوهم. ولكن بعد كده اكتشفت إن مازالت الرسائل دي موجودة، فأيقنت أو قالت لي هو بصي هو دي حياته وهو مش هيبطل. وأنا تعبت لدرجة إن أنا قلت له بدل ما تعمل حاجة حرام روح اتجوز أحسن، على الأقل تبقى بتكلمها حلال، يعني بدل ما تقعد تتكلم مع حد، مع واحدة غريبة عنك ويبقى حرام عليك، وتاخد سيئات تجوزها أحسن طالما هي أرملة. هي صديقتي دي كمان متدينة جدا، قال لها لا وأنا ما بحبش غيرك والكلام ده. قالت لي عملت إيه؟ ما بقتش أبص على أي رسائل، بقيت أشوف الرسالة تن تن، الرسالة جت ولا افتحها ولا عايز أعرف فيها إيه، هو في الحمام مثلا، يطلع جري ياخد التليفون وأبقى عارفة إن هي، ويجري ويدخل على الأوضة ويقفل على نفسه أو يخرج وينزل علشان يقعد يرد عليها، وأنا عارفة إن هي، وما بقيت شنطق ولا بقيت أرد، وبقيت أكبر دماغي أساسا. هو مش عايز يتجوز واحدة تانية، هو بيلعب لعب عيال، وأنا يئست وزهقت من كتر ما قلت له بطل بطل. فبقيت أعمل إيه؟ أغمض عينيا وأعرف إني لا شايفة حاجة ولا سمع حاجة. فدي بصراحة هي في ده حل، ولكني شايفة إن دي تبقى إنسانة قوية جدا اللي هتقدر تستحمل كده، ومش كلنا طبعا هنقدر نستحمل كده. طيب الحل إيه؟ طبعا لو أنا مش هقدر أستحمل كده، لازم يتواجه، مفيش حاجة اسمها اسكت اخبي جوايا ليه وتنحري في نفسك ليه، ادام انت متأكدة ان هو على علاقة بواحدة تانية، ما تنحرش في نفسك يا حبيبتي. الرسائل اللي ما وانت فتشتي وتلاقي الراجل قلب الترابيزة عليك ويقولك انت ليه بتفتشي في الموبايل، بفتش. ومن حق كل زوجة بقى على فكرة انتوا هتقعدوا تقولوا لي حرام وما تمسكش موبايل جوزها، هو ليه اصلا يعمل باسورد ويخلي مراته حرام انها تمسك موبايله؟ هو يسمح لي يديني الاذن، حبيبتي موبايلي تحت امرك وخديه في الوقت اللي يعجبك وقعدي عليه. انا لما موبايلي فاصل شحن بمسك موبايل جوزي وهو عارف، وافتح اليوتيوب واقعد اتفرج من عنده، ومشتركه من موبايله في نفس القنوات اللي انا بحب اتفرج عليها. فانا مش عارفه ايه الراجل اللي يعمل باسورد وممنوع مراته تمسك موبايله، والشيوخ قالوا حرام، وانت حرام وانت اصلا عامل باسورد ومانعها تمسك الموبايل ليه؟ ما تمسك يبقى انت بتعمل حاجه غلط، ما تسيبها تمسك الموبايل براحتها وتقلب فيه وتتفرج عليه. ايه بتبعت رسائل لاصحابك؟ يعني هيجرى ايه؟ مش صحابك دول رجاله زيك؟ اللي عامل باسورد وعامل 100,000 حاجة وممنوع مراته تمسك تليفونه ده اعرفه انه عامل حاجة غلط، والله اعلم يعني. المهم فانت تعملي ايه؟ هتروحي تواجهي، انا شفت الرسائل دي على موبايلك وعرفت ان انت بتكلم واحدة تانية، انا فتشت في موبايلك، انا غلطانة، اللي حصل رد عليا بقى في الامر التاني ده، ولازم تواجهي. والله بقى تأسف واعتذر وقال لك انا اسف ومش هعمل كده تاني وانا غلطان والكلام ده كله، ورجع واحترم نفسه وحاولي تفكري بربنا، قولي له اتقي الله، لو عندك بنت قولي له مثلا احنا عندنا بنات، لو انت ما اتقيتش ربنا في بنات الناس ربنا هيبعت لك اللي يعمل كده في بنتك. وحاولي كده تتكلمي معاه، وحاولي كمان تجملي من نفسك وتهتمي بنفسك وتقربي منه، يمكن كنت بعدتي عنه فتره ولا حاجه اضطرته ان يعمل كده. وخليكي كده دايما لطيفه، وخلي ما فيش خناق ولا مشاكل والكلام ده كله. والله برضو ربنا هداء وانصلح حاله تمام، ما انصلحش حاله اعملي قعدة رجالة بقى، لكن ما تنحريش في نفسك وتسكتي وتفضلي كاتمة في نفسك وهو قاعد ما شاء الله مع واحدة تانية بيتكلموا ويشيتوا مع بعض واخر هزار. لا اعملي بقى قعدة رجالة والناس توقف ويقف عند حده، مالكش علاقة بالست دي بقى، مالكش علاقة بالست دي. بس ده كله يا جماعة لو احنا متأكدين، لو انت متأكدة. مش متأكدة وجوه قلبك بس شك يا قلبي، لا حاولي تنسي واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وقربي منه وحبيه وخليكي حنينة عليه، عشان حتى لو عنده بوادر ينساها، يقول لا حرام مراتي كويسة معايا، مراتي حنينة عليا، مراتي بتحبني، وهكذا، فيبتدي ينسى حتى لو عنده بوادر انه ممكن يعرف واحدة تانية. تمام، بتمنى طبعا التوفيق للجميع، وربنا يهدي الرجاله كلها يا رب. بتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في كلمتين مع شيماء، وتكتبوا رايكم انتوا كمان تحت في الكومنتات، او لو تجارب انتوا عشتوها، وتحطوا بقى لايك للفيديو وتشتركوا في القناه لو اول مره تسمعوني. دايما تكونوا معايا، وكلمتين مع شيماء، مع الف سلامه.